جولة ثانية من العناوين تطرح ما طرحه العالم العربي تحديداً، وكيف تعاملت صحافة العالم العربي مع الموضوع. نشاهد العناوين. العربي الجديد: ترامب يتحدى العالم ويقرر نقل السفارة الأمريكية للقدس. نبقى مع العربي الجديد: القدس تستنفر الجهود العربية والدولية لمنع اعتبارها عاصمة لإسرائيل. صحيفة اليوم السابع المصرية: السيسي يؤكد لترامب موقف مصر الثابت بشأن الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس. صحيفة عكاظ السعودية: المملكة، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خطوة بالغة الخطورة. المغرب العربي لم يكن بعيدا عن نقل السفارة الأمريكية للقدس، فقد نشرت صحيفة الصباح المغربية رسالة بعثها العاهل المغربي محمد السادس إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وجاء في الرسالة أن مدينة القدس حكم القرارات الدولية ذات الصلة بما فيها على وجه الخصوص قرارات مجلس الأمن تقع في صلب قضايا الوضع النهائي، وهو ما يقتضي الحفاظ على مركزها القانوني. صحيفة نيويورك تايمز قالت أن قرارا كهذا من شأنه أن يقوض السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأوردت الصحيفة كذلك أن الفلسطينيين يسعون إلى الاعتراف بالقدس الشرقية لدولتهم. وإلى لندن، حيث أوردت صحيفة إنديبندنت أن الرئيس الفلسطيني حذر نظيره الألف ميركي من مخاطر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وأوردت الصحيفة أن مدينة القدس احتلت عام 67، وأن اتفاقية أوسلو تنص على أن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. صحيفة روسيسكا كازينكا الروسية قد تناولت هذا الخبر أيضا في أحد عناوينها، وتساءلت خلال عنوانها عن مدى جدية ترامب لنقل السفارة إلى القدس. إذن العالم غاضب وانتظار تحركات على أرض الواقع وقلق، وكل الدول تقريبا والدول العربية بعثت برسائل لإسرائيل وخصوصا لأمريكا لتكف عن ذلك. ولكن السؤال لعزيز سعيد: ما المتاح أمام الدول العربية الغارقة في ديونها، الغارقة في دمائها، الغارقة في حروبها، القلقة على نفسها؟ ماذا يمكنها أن تفعل أمام وضع كهذا؟ يعني خلينا نقول لك في أيام العز مع بداية الانتفاضة، لما عندما كانوا يستطيعون تغيير شيء ما لم يفعلوا، ماذا يمكن الآن؟ مع هذا هناك إرادة شعوب. أولا وليكن معلوم للعالم أن أمريكا تتحدى الشرعية الدولية. الشرعية الدولية تنص على أن القدس الشرقية أرض محتلة، والأرض المحتلة تخضع لقوانين وأنظمة مجلس الأمن الدولي. القوانين هن حطوها، هل يجوز ويعقل أنه من يضع القانون يخالف القانون؟ أمريكا تلعب دور الولد الأصغر في المنطقة، وهي تريد أن تفرض أجندات على الشرق الأوسط وعلى الشعب الفلسطيني، وهم يريدون بذلك حشر السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن في الزاوية، لأنه أبو مازن نجح في الفترة الأخيرة في ضرب إسرائيل دبلوماسيا على مختلف الأصعدة. وبالتالي لا تستطيع الدول العربية مساندة بالإرادة الشعبية أن تفعل الكثير. لماذا صمتوا صمت أهل القبور حتى هذه اللحظة؟ ألا ينبغي على مجلس التعاون الخليجي ومجلس التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية عقد اجتماع قبل أن يعلن ترامب هذا القرار، ليكون دائما ردة فعلنا هي على ما يقوم به الآخرون؟ كان ينبغي أن يكون هذا الأمر. ولكن بما أننا نتحدث عن القدس، والقدس أنا يعني أقول عن رمزية القدس بأقصاها المبارك وبقيمتها المجيدة، وبموطئ قدم السيد المسيح عليه السلام، وبمصر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يستوجب ذلك استنفار إسلامي وعربي وحتى كمان استنفار غربي؟ أنا خلينا أحكي عن العالم العربي، وين جامعة الدول العربية؟ هني قالوا إنه الأردن ستدعو إلى اجتماع خلال الأردن دعت إلى اجتماع. السؤال ما يعني أنا لا مش قادر أفهم كيف ممكن لعزماء زعماء العالم العربي اللي هن على علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية أن يسمحوا بذلك بدون يعني حديث. يعني اليوم أنا صار عندي اعتقاد واضح أن هناك مؤامرة من بعض الدول العربية، من زعماء العالم العربي، أو الملك العاهل المغربي أعلن عن استنفار وودى رسالة لترامب موقعة من 70 رئيس وملك وأمير. ثم ماذا؟ إذن أنا أعتقد أنه الآن يأتي الدور، رغم أنني لا أعول كثيرا عليها، جامعة الدول العربية لتعقد اجتماع طارئ اليوم قبل غد لتعلن عن موقفها أن تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا مش هي البعبع اللي بكل العالم، علينا أن نعلم أن أمريكا تملك السلاح وتملك الإرادة وتملك القوة، ولكن على كل من يسمعني ويتابع أن يعلم أن الله يملك أمريكا. أنا الأوان لوضع النقاط على الحروف مجتمعين،
إذا كان هناك قرار موحد من جميع قيادات العالم العربي والإسلامي، أنا أعتقد أن أمريكا لا تستطيع أن تجرؤ. ولكن عندما أسمع ملك أو رئيس دولة يقول أن هذه الخطوة قد تؤثر على المفاوضات، أي مفاوضات يا أخوي؟ أي مفاوضات الجارية اليوم؟ أنا دائما سيدة وعلى أي أساس جاري المفاوضات؟ بماذا يريد أن يشتري؟ ماذا يريد أن يشتري ترامب؟ هل يريد أن يشتري القدس عاصمة أبدية لإسرائيل ولا تقسم؟ ولكن أنا أؤمن بحل الدولتين. لا، على العالم العربي وعلى السيد الرئيس أن يأتي الآن. بدك تعمل عن الشكل؟ فيش حل دولتين، حل دولي واحد، تفضلوا. تعرف أن دائما سعيد أتساءل عن هذه الجملة، رئيس دولة يحذر أو زعيم يدعو، يدعو من؟ طب ما هو الزعيم هو الذي يدعى والذي يحذر كي يتحرك، ولكن مع ذلك يتصرف وكأنه عضو في المعارضة أو كأنه كاتب أو فيلسوف. يعني عنده بعض زعماء العالم العربي والعالم الإسلامي يتصرفون كطالب المدرسة أمام مدير المدرسة، مش معلم المدرسة، مدير المدرسة ترامب أو الرئيس الأمريكي اللي بكون اللي هو. وهذا كله نابع من ضعف القيادات العربية، هي التي أدت بالتالي أنه يعني إحنا دائما بنحكي مثل بالفلسطيني، مين فرعنك يا فرعون؟ ما لقيتش مين يردني. وبالتالي مين فرعن أمريكا؟ العالم العربي والعالم الإسلامي بصمته وبتواطؤه وبتخاذله ويعني ويعني سلموا بأرض فلسطين، افهمنا. ولكن أن تسلم بالقدس أقدس مقدسات العرب والمسلمين، لا بنفهمش، ولا يمكن السكوت ولا يمكن الصمت على ذلك. ويعني فالأتهم بالتحريض، لا يمكن أنا شخصيا اليوم كصحفي وكإعلامي أن أبقى ساكت. ينبغي الخروج إلى الشوارع وقول الكلمة. الجمهور العربي الفلسطيني سواء كان في الضفة أو في غزة، سواء كان فيما يسمى الداخل في فلسطين التاريخية وفي العالم العربي، إذا لم تشهد الشوارع هبات جماهيرية غاضبة تقول الكلمة لترامب، وكيف احنا بنحكي بالفلسطيني من هز الرصن للولايات المتحدة الأمريكية، نحن قادرون على ذلك. بالتالي سيقول كل منا أكلته يوم أكل الثور الأبيض.